بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الجولات الصيفية مرة أخرى. أتمنى هذه الجولة تنال إعجابكم ورضاكم. أنا الآن في الطريق إلى المكان الجميل، يعني هنا هذه الطريق الأشجار التي الطويلة والكبيرة الحمد لله التي زرعت أو موجودة من قبل بجانب الطريق. هنا كانت الطريق يعني وقت الرش أور، كانت المغرب طلعنا عشان الجو بكون حار في الصيف، ونخرج بعد المغرب يعني قبل المغرب شوية في الطريق هذه. انظروا كيف ما شاء الله الأشجار، يعني واحد بيمشي تحتها مع الهواء يمر ويخلي العروف الأشجار تتحرك وتعمل الظل يعني مع النسمات، تكون جو منعش جميل جدا في وقت الصيف، والأجمل أنك أنت تسيري تحته ما شاء الله. وصلنا إلى هذا المكان، البحر. انظروا وقت الغروب كان الجو جميل جدا، وكان مليار من الناس بتمشوا بجانب البحر. حبيت أصور لكم البحر والشاطئ الرمل. انظروا هذه الدك الرمل، مساحات واسعة، اسمه ساوث بيتش، يعني شو إن شاء الله مع البحر مع نسمات البحر تتمشي وتتمتعي، وحببت أن تكونوا معي.
مر بنا الوقت، كان جميل جدا بجانب البحر، تمشينا وتسلينا، ولكن يجب أن نعود إلى المنزل. وكان أصبح الجو يعني زي ما كما تشاهدون ليلا قبل صلاة العشاء بقليلا، والحمد لله.